افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية فعاليات معرض توظيف الأشخاص من ذوي العزيمة الثاني بمشاركة 34 منشأة من منشآت القطاع الخاص، عرضت على ما يزيد على 200 فرصة وظيفية و100 فرصة وظيفية أخرى تكفل بطرحها بنك الشواغر التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من نافذة معرض توظيف الأشخاص ذوي العزيمة الثاني أطلت 34 منشأة من منشآت القطاع الخاص لتعرض ما يزيد على 200 شاغر وظيفي إلى جانب 100 فرصة عمل انتقيت من بنك الشواغر التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضعت بين يدي الأشخاص من ذوي العزيمة الباحثين عن ظروف عمل ملائمة تضمن لهم أجورا مناسبة تأخذ بيدهم نحو رغيد العيش بكل ثقة وأمان. لدينا اليوم أكثر من 300 وظيفة معروضة لهم للتقدم لها وانتقاء ما يناسبهم ويناسب ميولهم واستعداداتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم، هي متاحة للجميع. نأمل أن يزورونا ويشاهدوا المعروض ويستفيدوا منه في تحسين مستويات الحياة. اهتمام المجتمع التجاري في البحرين أو الشارع التجاري في البحرين بضم أبناء مملكة البحرين من ذوي الهمم. اليوم مع وقوفنا مع كل تاجر نشوف تقبل والوعي، الكل يتسارع في جذب أبنائنا من ذوي الهمم لإخراطهم في الشارع التجاري. هذه إخوة الشيء اللي احنا نريده في الفترة القادمة. اليوم التكاتف اللي موجود في المجتمع شيء جدا جميل. احنا كدورنا كقطاع خاص احنا نساهم طبعا مع القطاع العام، عشان احنا مو بس نستثمر مثلا ذوي الهمم وطاقاتهم الشبابية، لا احنا هم نحاسب ان احنا نخفف وتخفيض من البطالة، فهالشيء يساعدنا كمجتمع. صفقة تشغيلية اتضحت تفاصيلها اكثر على هامش المعرض. الأخوة في إدارة مشروع الهرم الذي قدموا 55 فرصة عمل للمواطنين خارج موضوع المعرض، وهذا ندل على شيء ويدل الله الحمد الاقتصاد البحريني اللي زال يولد وظائف ومستمر وفي قوة، مع العلم أن هاي الوظائف لها مردود مالي جيد وقيمة مضافة على الباحثين عن عمل سواء من ذوي العزيمة أو من المواطنين العاديين. هذه مساهمة بسيطة جدا من الشركة، ويعني 55 موظف حتى الآن يعتبر شيء بسيط، وأصلا هدف الشركة أنها توظف أو توفر 200 وظيفة لشباب البحرين من الجنسين، وسواء كانوا من ذوي العزيمة أو من الشباب العاديين، فإن شاء الله بيكون في فرص للشباب البحريني. فاطمة رحمة تبلغ من العمر 19 ربيعا، جاءت قاطعة مسافة الأمل المنشود في إيجاد وظيفة ما تناسب إمكاناتها الجسدية التي يصاحبها قصور في الحركة، ومن المؤكد أن ذلك لا ولن يعجزها في أن تدخل من أوسع الأبواب المؤدية إلى مستقبل أكثر إشراقا لها. إن نقدر تساعدنا وإحنا قاعدين، نقدر نشتغل وإحنا قاعدين، ويعني نقدر نسوي شغلات اللي إحنا نحتاجها وبراتب مناسب. يعني تعبير عبر لغة الإشارة عكس شعورا غامرا من السعادة في توفير البيئة المعززة لإبداعاتهم ومعاونتهم في الحصول على متنوع الوظائف اللائقة والمناسبة لهم، والتي ستسهم بلا أدنى شك في إظهار تميزهم داخل أي عملية إنتاجية مهما كان مجالها. فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام متزايد في برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية والتأهيل وحتى التوظيف، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية تشغيل ما لا يقل عن 490 مواطنا من ذوي الهمم في قطاع أعمال مختلفة. تمكين مجتمعي هادف يرمي إلى إدماج الطاقات البراقة من ذوي العزيمة في العملية التنموية والاستفادة من خبراتهم ليكونوا عناصر مؤثرة
في المجتمع المحلي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.